سرك في بير، سرك في بير على 71 113 ألف. البارح في الليل صار نقاش على شنو هو سرك في بير، والناس تحكي في راديو. وبالحق سرك في بير العنوان، احنا كلمة تتقال في تونس معناتها سرك في بير، واحنا في موزايك عائلة واحدة، والتونس الكرة وعائلة واحدة معناتها. وسرك في بير تعبير مجازي، الهدف منه هو انك تحكي وتفضفض، لانه جزء من الحل انك تحكي. فلا حتى تبدا الامور واضحة، نمشي مباشرة للمكالمة الهاتفية الموالية. مساء الخير. مساء الخير. الو. ويا عسلامة. عسلامة سيدي، مرحبا. عسلامة سي علي. مرحبا بيك خويا، قول لي علاء يا فراس أكهو. علاء، تشرفنا. علاء، مرحبا بيك سي فراس. تحية ليك وكيف المستمعين. يعايشك فراس. اش مسهرك الليلة ساعة يا فراس انت؟ والله خويا علاء، البرنامج نتاعك ما نكذبش عليك. الحمد لله على السير نتاعكم، نسمع في القصص نتاع الناس. حيرت فيك المواجع. حيرت فيك المواجع. قداش عمرك؟ قداش عمرك؟ 27. سنت صغير. وي حتى حد ما يقول لي عمري، اللي يشوفني يقول لي معنا اكبر من 30. حتى حد ما يعطيني عمري 27 30 مش برشا. نقول لك مازلت شباب. ايش مسهرك الليله زيدي؟ والله يا خويا علي، سمعت القصص نتاع المستمعين اللي كانوا يتكلموا معاك، قلت بوكو با انا قصتي. انا خطبت وانا صغير على جدو 19 بكري. وي هذيك الغلطه الكبيره. وبون هي لي فامي كانوا كونتخ، معناها انا نعملوا فيونساي وقتها، ما نحنا بيسكو ديو ونحبوا بعضنا على الاخر، قلنا فماش علاش يعني، فهمت؟ عجبتك؟ معناها كانت بالحق عين من عيني. اسخت مومو، معناها كنت بجل هي على امي وعلى اختي وعلى اي حاجه في الدنيا، معناها تحبها. حبيت على الاخر، حبيت حب ما يتوصفش بالحق قد ما نحكي لك. عارف ما برشا ناس ما يصدقوش كلام كيما هكا. نعم، برشا ناس ما يصدقوش كلام كيما هكا. صحيح والله بالحق، انا بدي كي نحكي حكايتي يقولوا لي قاعده تلغ، معناها اما السنتيمون هذا نحسه كان انا بالحق. حبيت هاي على الاخر. قدنا مع بعضنا 5 سنين، من 2011 من 2003 حتى 2012. اي صدقني خويا علاء، يضربوا بينا المثل يعني، قيس وليلى. قيس وليلى روميو روميو وجليات. وفي راس وآمنة. وفي راس وآمنة. من 2007 حتى 31 ديسمبر 2011، ما عندنا حتى بروبليم، نحبوا بعضنا، نخرجوا كما تعرف كوبل جون وفيونسي، الحمد لله معناها امورنا الماديه لاباس، وما فماش حاجه ما عملناهاش اللي نحبوا عليه ناخذوا. اللي بدل الدنيا، اللي بدل خويا علي. 31 12 2011 كنا عاملين بروغرام انا وياها على اساس باش نخرجوا كما تعرف راس العام. اكزاكتومون كيما اي كوبل فيونسي، باش نخرج نتعشاو لبرا، نعديو راس العام ونص الليل مع بعضنا. وهكاك كان العمل، قامت في الصباح مشات رجلت امورها كيف ما تعرف امور نتاع الساعه هذيك، وانا زاده حتىكش للسبعة نتاع العشيه. اي تفهمتوا باش تخرجوا مع بعضكم؟ سي بون بالضبط. لازم بروجرام، عاملين بروجرام، عاملين ريزرفاسيون، ومفما حتى بخبلة. اي السبعة نتاع العشيه عملت لي تليفون قالت لي ديزولي راني ما نجمش وجاي نضيف ماك تعرف غيفيون، وباش نقعدوا مع الفامي معناها نعاونها خاطر امها وحدها. دونك جا ظرف طرأ في الدار. بالضبط اكزاكتومون. قلت لها اوكي سون بروبليم، ما فما حتى مشكل، معناها داكم كل شيء وخرجه نعوضوها، معناها غدوه بعد غدوه مش مشكل. انت كملت البروجرام نتاعك؟ لا 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 صدقني، راه قعدت في الدار. ما نجمش نخرج بلاش فامي. لا ما تخرجش ولا اكزاكتومون. هي جات امبوسيبل تخليني نخرج وحدي، معناها مستحيل لوجيك. واضح. وقعدنا بعضنا بالتليفون معناها نحكي سافا شنو الاجواء شنو عامله تعبه كيما تعرف. بون ما راني الا يجيني تليفون من عند الانتيم نتاعها، يقول لك انت فانا وقت مع، يقول لك 9:30 تاع الليل، 10 غير ربع. انت متى هذه معناها على الصحاب بالتليفون خير ان شاء الله. شو جاني التليفون قالوا لي فراس راهو الفيونسي نتاعك قاعده تكتب في زيقها توا. بجدك؟ وي والله. وين؟ تبدا امبوسيبل. معناها الجماعة اللي كانوا قالت لي أنا راهو جايين ضياف، ماهمش ضياف هذوكم، جماعة جايين باش ياخذوها، وكتبت صداقها. كتبان صداقها ليلتها. كتبان صداقها ليلتها. وي امبوسيبل. والله العظيم. ما نكذبش عليك خويا، ما صدقتهاش. أنا بدي كيف كانت تحكي لي في حكاية ما صدقتهاش. والله ما صدقتهاش، قلت لها ما حبش نسميها أنا، قلت لها يا فلانة معناتها دو بريفيرونس تخلي الكلام هذا عندك، ما نحبكش تقوله لي.
وخاطر امبوسيبل معناها كي تقول لي ما جمش تقنعني اللي طوى ماهيش ماضي ساعه ولا امبوسيبل معناها مستحيله الحكايه طوى ماضي ساعه 21 دقيقه مستحيل لازم نقنعك اللي هي 23 لا لا مستحيل مستحيل انا ملي معناها نعرف اللي صاحبتها هذيا ما تكذبش عليها وتحب على الاخر صاحبتها نعم ليش كلمتك علاش قالت لك خطر بالحق تعرفنا نحن شنو مع بعضنا وتعرف الحكاية الكل تعرف القصة وعاشت معاكم جزء من القصة جمعنا وقفت معنا في السيون فاينتين وتعرف الحكاية فيها ديفامي ما صدقتش وقلت لها كلامك قلت لها ديزولي وماتي بوكو على الاجتهاد نتاعك أما كلامك هذا خليها عندك ما قصدتش تليفونات ولا ميساج وما مطلبني حتى جلها ومع بوكي ولا سيريوز كبرت اي شعملت هزيت تليفون وطلبتها قلت لها يا اخي ربي شنو قاعده تعمل انت توا شنو فما في داركم قالت لي لا فما حتى رانا نتعشاو الضيف موجودين ما فهمت حتى ما عرفتش شكون صدق دونك جيت واجي لو شو اني نمشي غاديك سوغ لو شو ونشوف شنو فما هذا المتوقع بالضبط مشيت اي مالوغوزمون مشيت خويا علي شقيت ولقيت اللي قالت لي عليه الانتيم نتاعها ديجا كتبت الزقه فاي معناها ونقب برسك جماعة خارجين كلهم يقل فرحانين صغاريت كل شيء نلقى بون خواتها قدام الباب وما خلونيش ندخل خلعك الشوشرة معناها والمشاكل دي كله معناها قنعوني باش نمشي نروح ليتها ما غير مشاكل لأنه يعني بالي مشاكل كبيرة ومشيت روحت بون ليلتها تليفوني مسكتش من عندها هي قالت لي راني أبغامون ماكلة حاجة قالت لي راني مسحورة مانيش عارف شنو اللي عملت أنا الليلة اي خويا علي شنو اعتبرها اللي صار قالت لي ما نجم حد شيء خفت اني مسحوره ما فقتش بروحي شنو اللي عملت وباش نبطلوا انا الزاق وامبوسيبل الحكايه هذه كثير مستحيله مستحيله ذكرت جمله معناتها اللي هي في حاله وعي بالضبط قالت لي امبوسيبل انا مستحيل نكون في حاله وعي اني صححت على الزاق هذاك ماشي معاك في اللي قالته هذه صار من بعد قلت لي ليتها تليفوني ما سكتش حسيت شنو صح وقالت لي انا باش نبطلو خاطر هو سيتان اترانجي معناها هو اردني ماهوش تونسي سي بيزار غريب شويه وي انا اللي حبيت نفهمه معناها وين انا وقت اللي صار البروغرام هذا الكل وقت اللي تعرفت عليه وقت اللي ليلتها مام انا وين خاطر صدقني عليه مش على لحظه بلحظه اي فوالا اكزاكتومون وين بالضبط وين انا وين وشنو اللي صار وعلاش خاطر كان مانيش معاها راني معاها بتليفون نحكيو بسكايب انت متبع على الديتاي الكل بالضبط ما إيه؟ تخبي عليا حتى شيء سامحني إيه؟ من غدوه بطلتش منه ولا اذا كان هي مش واعيه يعني انها كتبت صداخ إيه؟ بطلتش طلقتش لا ما بطلتش خاطر ما بقاش معايا حتى حل شنو هو معاك حل معاك حل فيش قالت لي انت خطيبه اي قالت لي انسوتي انت تنطق كلمه ترجع لي وتسامحني انا توا نمشي للسفاره ونفسخ صداق شنو ترجع لي وتسمعني؟ اي قالت لي معناها تنسى اللي صار وتفهم اللي انا مانيش في وعي وتوا قدامك نمشي انا وياك ساق ساق للسهرة عملت هذا كل شيء عملت هذا امبوسيبل امبوسيبل مستحيل الحكاية سامحني انا نحب نفهم منك حاجة اش معناتها البنية في غير وعيها وصار اللي صار هذاك الكل وهي ما في بالهاش فهمني هكايا تحلف قالت لي انا ما في باليش انت فهمني اي هذا يصير ولا ما يصير؟ لا ما يصيرش مستحيل مستحيل لا مستحيل انت تصور كان عملتها انا راي ما يعذبني حتى حد من بعد صار من بعد الحكايه قعدت سي موا من جونفي حتى في الجوان وهي تحاول وتدخل في الناس تحاول وتدخل في الناس فيش اي معناها باش نسامحها وننسى اللي صار ونرجع لبعضنا كيما البارح كيما اليوم ونكملوا معناها سامحتها ولا ما سامحتهاش؟ لا ما سامحتهاش جوست كامنت نو ما سامحتهاش بالكل كيما بقاش معايا حتى حل كملت عرسها وعرست في اكتوبر 2012 ومشيت معها للاردن ديجا توا في الاردن وانت ايش عملت؟ انا سي موا هذوكم تعبت فيهم على الاخر ضيعت قرايتي وضيعت استاجيتي وحياتي قلبت كومبليتمون 180 دوغري مي الحمد لله معناها اللي يطيح يحسب روحه زرزح ولا كيفاش يقولوها وقفت على ساقي الحمد لله معناها غاس ربي واصحابي وقفوا معايا ودارنا والحمد لله جازتها بون بصعوبة صفا أولي صفا الحمد لله جست كي نفكر لديتاي نتقلق شوية بون مش كيما البريود هذيك أو صفا الحمد لله عملت شفت علاقة أخرى ولا؟ أي بيان سور بيان سور بون بعد مدة صفا صفا سامحش الحمد لله طول المومون صفا الحمد لله جد باللطف
فرنسا. وي وي انت وليت باهي على نيتك زاده. وي ما عملتش الخايب صدقني، ومن حقك باش ما تسمحش انسان ظلمك والا تعدى عليك. مستحيل سيدي. حتى فوتك بالكلام خويا علي، بعد جوست 15 جور من العرس نتاعها مشات من الاردن وروحت ابخي 15 جور وجاتني للخدمه وقالت لي انا توا مستعد نطلق توا توا، جوست انت انطق لي كلمه اوكي سامحك. ما فهمتش يا فراس، شبيه شده صحيح في حكايه تقول اللي انت درشنو باش ما تخسرش، باش ما تخسرش في شركتي خاطر كذا كان طلقوا هم بنت المرأة بالحق ماهيش واعية وكتبت صداق كما قالت وقالت غريبة. ما نجمتش انا بدي ما نجمتش نقتنع بالحكاية. قلت بالك اجبروها العائلة. بون هما بون الحمد لله نحن معناها لاباس وما فماش ديفينيسة كبيرة بين وبين الفامي اللي خذيت منهم هذوما معناها جست في ناسيوناليتي هي اختارت واكبر منها برشا معناها الاج دو 50 انا جو بونس ما كانتش سيدة اختيارها، اختاروا لها العائلة وفرضوا عليها. انت يا ربي يحبك. وي الحمد لله والله. وعاودت تحياتك من الاول وجديد وعاودت بنيت مشاعر اخرى واحاسيس اخرى وهذايا في حد ذاته من الفشل نمشي مباشره للنجاح، من الانكسار الى النجاح. ست ريزالبورت هاي تجربه انسانيه مهمه. يعطيك الصحه فراس. برافو برافو انك شديت في موقفك. الحمد لله. وما ترجعتش الحمد لله. شكرا لك.